عجينة الفيلو أو الجلاش هستخدمها. نار، شوية زبدة، قرفة. هنا حطيت شوي سمنة وزبدة، سيحته، جهزت المكسرات والتمر. وأدهنه برضو. بعدين حطيت الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة ما حضيف عليها سمنة، حضيف عليها طحينة سائلة. أبدهنها الحين. حطيت 3 طبقات، الطبقة الأخيرة هي اللي حطيت عليها طحينة سائلة. مكسرات وأضيفه. أجيب التمر وأضيفه هنا. حطيته كذا، بعدين أبدأ ألف. هنا قطعة، نضيف شوي عليه. كمان أضيف عليه شوي شيرة. واحدة للآن هي حارة. بسم الله. جديدة ما شاء الله تبارك الله، روعة روعة روعة. جربوا روعة.